هذه نتيجة لعمل حثيث طويل على استرداد آثارنا، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك جهات أخرى في أوروبا وفي العالم العربي. نعمل مع سفاراتنا، مع وزارة الخارجية على استرداد هذه الآثار. هذه العملية يعني توصف بأنها أكبر عملية استرداد لآثارنا، 17,000 قطعة أثرية من الرقوم الطينية المهمة، هي جزء نلتصق به، جزء من تراثنا، جزء من ذاكرتنا، ولها أهمية لدى العراقيين، ليس فقط المجتمع الآثاري وإنما جميع العراقيين. الجهود الحثيثة التي بذلت خاصة في السنة الأخيرة من الحكومة هذه مع وزارة الخارجية، مع كادر سفارتنا في واشنطن، مع السفير نفسه، اجتماعات كثيرة، مكالمات كثيرة، دأب حقيقي على استعادة هذه الآثار. ووزارة الثقافة بالتأكيد، هيئة الآثار والتراث أيضا بذلت جهود كبيرة في هذه الاستعادة. أفضت كل هذه الجهود بعد أشهر طويلة من التفاوض ومن العمل المشترك وبدعم من السيد رئيس مجلس الوزراء في تخويل سفيرنا في واشنطن على التوقيع على محاضر الاستلام وغير ذلك من الإجراءات الأصولية القانونية لتسلم هذه الآثار، أفضت إلى هذه النتيجة. غدا إن شاء الله نعود إلى بغداد وعلى متن هذه الطائرة، طائرة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، 17,000 قطعة أثرية تصل إلى بغداد، وسيكون هناك عرض لهذه القطع أيضا في المتحف العراقي. وأعتقد أننا ماضون وجادون في استرداد آثار أخرى موجودة في أوروبا وفي بعض البلدان العربية. واضح سيادة الوزير. أود أن أسألك حول يعني الحقب التاريخية لهذه القطع الأثرية، وهل هناك ما زالت قطع في الولايات المتحدة أم هذه العملية غطت جميع القطع المهربة من داخل العراق؟ محتوى هذه الرقم الطينية متنوع، نستطيع أن نطلق عليه الآن بأنه وثائق، مثلما لدينا الآن وثائق ورقية، هذه الرقم الطينية هي وثائق حضارتنا القديمة. فيما يتعلق بما بقي من آثار لنا في الولايات المتحدة وفي الأماكن الأخرى، نعم هناك قطع أثرية ما زالت في الولايات المتحدة الأمريكية، نعمل على استردادها، ولكن هذه العملية هي الأكبر في استعادة الآثار، وليست هي كل الآثار المنهوبة والمهربة الموجودة في الولايات المتحدة وبقية العالم. وكما قلت قبل قليل، قسم الاسترداد في هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة يواصل العمل على استرداد أثارنا، وفي المستقبل القريب إن شاء الله سنشهد أيضا استرداد آثار مماثلة لهذه العملية اليوم. طيب سيادة الوزير، أود أن أستثمر وجودك معنا، نتحدث حول ما تبقى من برنامج زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى واشنطن أو إلى الولايات المتحدة، ما المتبقي من هذا البرنامج؟ المتبقي من هذا البرنامج عمل كثير اليوم وغدا، يشمل لقاء موسع مع شخصيات سياسية مؤثرة وكان لها دور منذ العام 2003 في أوضاع العراق، مثل السفراء السابقين، مثل الذين عملوا في العراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هناك اجتماع موسع مع
نخبة من رجال الأعمال الأمريكيين سيكون في حاضرا بعض الوزراء مثل السيد وزير المالية علي علاوي والسيد وزير النفط أستاذ إحسان عبد الجبار. إذا ما زالت هناك مجموعة من اللقاءات الأساسية والمهمة التي تركز على المسائل الاقتصادية والشراكات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة. إذن سيادة الوزير، الملفات التي ستطرح في هذه الاجتماعيه في هذه الاجتماعات يوم غد واليوم تخص الجانب الاقتصادي فقط؟ فيما يتعلق بالاجتماع مع نخبة رجال الأعمال الأمريكيين بالتأكيد سيتغلب الجانب الاقتصادي والمشاريع المزمع إجراؤها مع الأمريكيين تطبيقا للاتفاقية التي فيها جانب اقتصادي واسع يخص قطاعات النفط وقطاعات الكهرباء وأيضا الصحة. وهذه الأمور كانت قد نوقشت من الوفد العراقي قبل وصول السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهي عبارة عن استكمال لنقاشات كانت حاضرة في الحوار الاستراتيجي الذي شهد دورته الأخيرة هذه الأيام في واشنطن.